لا تبشروا بالخير. انا شخصيا كل ذيك قرات الماء انا دائما كنطلب من الله انه تحضر السلامه. الشقوق اللي هي مواضيع الاشعه الاوليه ما فيهم البيطارين ما فيهم مساحه حياه الصحه ايضا غادي نطلبوا له باش ناهلوا هذه المصالح للبدء في استخلاص الضرائب الحضاريه. انا عندي اليقين بانه الى بدينا كنستخلصوا الضرائب الحضاريه زائد احتلال مؤقت الحاله الماليه ديال البلديه غادي تحسن بكثير. كنتوقعوا كما كنا كنقولوا الاخوان واحد 2 مليار في العام غادي تزاد لنا. اذا زادتنا 2 مليار بمجرد ما تصرف 2 مليار وانت كتنتظر 2 مليار اخرى جايه ما تجي تصرف هذاك اخرى وصلات. و 2 مليار غادي تكون كل عام كدير بها واحد عدد ديال الامور اما البنيه التحتيه القويه البنيه التحتيه او نديروا مشاريع ذات مردوديه مشاريع اللي تدخل فلوس البلديه. كيف واش غادي نسقوا مع الدريوش واش نسقوا مع النظام واش نبداو بوحدنا ناخذوا المبادره كتبقى الصلاحيه للمجلس الموقع. بالنسبه للفائض حقيقه راه اكرهت بزاف يمكن ان نوفر الفائده تبقى 200 درهم ولكن خصها نزيها ونصاري في الشهر. فيما غنزيها ونصاري في الشهر ديني اكراهات جعلت المجلس هذيك شي حاجه للحيه نخلي الحيه نخلي بنادم نخلي كسلا راه حقا بالفائده تبقى ولكن خصها نسد المطالب السكان. اظن بانه الاخوان وريني جوج مرات قبل نسد مطالب من بعض الاعضاء ديال مناطق نصيف الدوائر نصيف لنطيب بصفه عامه. اذا اشكو سامي التفضل وهو الفائض بزاف. انا القضيه مولاي حمد المشقى هي الحضاري زحمة البادية الحماميين أماكن فلاحية لا أماكن فلاحية ما راى الحدود البلدية تعتبر حضاري. مش أما أنا نسمو الفلوس اللي تنجيش ومشان ما راه تفقى أصلا يكون مشكل. ما أنا نفتح شوية خلا أحياء أمي جدي تماما أظن بأنه عندك شوية توازن شوية غادا خا شوية غادا باش السكان هذا تحسن بأن السكان هذا تحسن بأن قرانين لهم قايد الحسبان اللي غاش مونتي للمجلس غاش نكسينهم ونزيد للمجلس ما راه ديك الزمار مازال في كذاب الميلاج آخرين ربما مروض من شوية توازن آخرين الاحتجاجات زكودة مثلا في مغادي ديال وان بكشا ديال الحي ديال الدونت وان بكشا ديالها ما يجا السي عملاح وان بكشا ما يجا السي هندوزي وان بكشا بنوناثر وان بكشا ديال حي الزيتون ما مش هانك يعني السكان داخل داخل المجلس هذا تراجع كل نهار تراجع من يمكن اش يتحقق مريبا نوم انا بدا زيكون الحي وحدس انا بدا زكيج مشابهات غنصفى أن تظهر الحي المغني مش بالنسبة لي شو غالبا مش نهائيا إنه ميزانية انخرقت انصرفت مرة اخترنا ووضعوا حكاية إخوان الجدي المالية قيم مسؤولين 100% اعتبروا فينا خصنا نخذ هذه شي حاجة خصنا نبهرقوا أخو المشكل أخو النقص زي ما رأيها شي حتى مرة السيد الكاتب العام ورئيس المسؤولية المالية وفي نغفر خشوم مشان انا اختيني بكل تجرد لانه الشيء اللي خاخنا باش نشتغل خاخنا باش نسال الجو ديال المصالح للسكان خاخنا باش نلبى ربع المطالب للسكان واخا زمان ربع كل شيء ولكن خاخنا باش نجاوب للسكان ما راه اتفقنا خاصنا نناقش انا بدا زيد الحي شوارب مشكل نهائي ولكن ما اظن بانه انا نركز مجهود بخمار خيج الحي
عن الجوده النظريه. ولكن ما سنظر بالنسبه للشتوى اللي امور كانت مليح، دير شويه التوازن وعلى اساس دير مجهود غباره شويه، المجهود غدا خليك ندير غباره. وهكا نخدم كيجو الدراسه، الدراسه كما صالح التقنيه الكتابه العامه البلديه باش نسوجد اخشو ديال الشخص في عدد المعايير اللي كيعملوا كيعملوا استماره. ماشي عندنا في مقر البشريه ديال الخارج عندكم تابع عموميين، يعني كتكون تابعه يعني كيكون حر انه يحط جميع المعطيات وكيدير واحد التصريح بالشرف باش انه كيتحمل المسؤوليه ديال ذاك المعطي. حنا كنكتفي فقط بالاحاله ديالها، يعني ما كاينش اقصاء لواحد مجموعه الناس او الحرمان ديالهم. وحاليا حنا درنا واحد النسبه كنظن مهمه، راه تجاوزنا 1000 ملف في غير البلديه ديال بنقي. يعني راه كاين واحد الغزاره ديال الملفات وباقي لحد الساعه كنستقبلوا، يعني هذا واحد المشروع ديالهم مستمر. وكيف ما كتعرفوا حتى الدراسه ديال الملفات كتكون في اطار واحد اللجنه اقليميه، واللجنه المحليه اللي كتكون حتى المنتج البلدي كيكون حاضر معنا في ديك اللجنه. واللجنه هي موسعه كتكون فيها مجموعه تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الاعضاء، الناس ديال الضريبه، الناس ديال الفلاحه، الناس ديال البلديه، السلطه المحليه، يعني مجموعه هي اللي كتدرس واحد بطاقه ديال التنقيط على المستوى الاقليمي، وكتحل المسائل الورطات في المستوى المركزي اللي تما باش كتصاغ البطاقه. اذا راه مكنظنش كاين واحد الاقصاء ولا هذا، غير هي يعني الناس اللي خصهم يجيبوا هذا الملفات في الواقع خصهم يتحلوا بواحد النوع من المواطنه، انه الا هو انسان كان المستوى ديالو المادي مزيان وكيتقدم راه في المقابل راه كيحرم واحد اخر اللي هو ربما في وضعيه اصعب. هذه الفئات راه هي محصيه على في لوسونسمون جينيرال ديال لا بوبولاسيون، يعني خص الانسان يكون يتحلى بالمواطنه اللي يعبر اذا كان ضعيف شي حنا ما كنرفضو حتى حاجه، غير هي التنقيط عاد راه كيعطينا الناس اللي مرفوضين والناس اللي مقبولين حسب واحد لو سيستيم ديال النوتاسيون كاين على العملات مرون، يعني بالانترنت مع الرباط القاعده البيانات اللي كاين عندهم في الرباط. ما كاين مؤشرات كبيره كيعطيونا بعض الحالات اللي مقبوله وبعض الحالات اللي مرفوضه. المزمن السيباج الشغيل ولكن بيع مع المزمن هو سميت الطريقه ديال التنقيط كتستهدف الحاله الماديه للانسان، لان قد يكون واحد المزمن وعنده الطاقه انه يعالج راسو، يعني غير الامكانيات الماديه كنشوفوا الامكانيات الماديه ديال الانسان. كاين المرض المزمن يعني يمكن باش يعالج راسو، وكاين واحد المزمن ما عندوش، يعني المعايير اللي المفروض على اساس الضعف المادي ديال الشخص اللي هي كتخلي الوضعيه انه يقدر يعالج راسو اذا كان المستوى ديالو ميسوع او اللي كيكون ضعيف. وهذو هما الفئات المستهدفه من المشروع الكبير اللي شنو سيدنا الله ينصر. شكرا السيد الباشا المحترم. إن الاخوان تطبيق من نص القانون السيد رئيس هذه القاعه كنصوت على الحساب الاداري. إذن الإخوان صوتوا على الحساب الإداري، الموافقون على الحساب الإداري. إذن واش بالإجماع؟ إذن هنيئا لك السيد الرئيس، وهنيئا لنا جميعا أن نلتمسوا السيد الرئيس تحت ماذا بلا ما نطرح نتائج تكوني محرض، لأن الحكم أن الإجماع ما كاينش. ايوا تسمحوا لي انا دابا كتعرف المهمه ديال تفضل سيد الرئيس، هاني انكم الحساب الاداري صدقوا في الاجماع. الاجماع على النقطه الاولى المتعلقه بالحساب الاداري برمجة استعمال الفايل. كان في النقطة مش النقطة استعمال الفايل. واش غاشن التصور على اللجنة المالية للنقطة اللجنة المالية السيد الرئيس 12 مليون برمجته في شراء أدوات صغيرة للتزيين. الأعلام الوطنية
سمح لي واش هو الجان الصغار كان الصغار لا ندير هذا الجان الصغير ويمكن تغد كانت هناك كدير في بلدي جرى ما واصل كدير في بلدي كمر 17 مليون ربما وسع علينا يمكن كمر 17 رئيس حسب المعلومات اللي كنت وصل عليها كاين 20 مليون يعني ما زال خصنا عن مازال باقي فينا كرمك فينا كريدي وتمني وسائل من خاصة نتحافظ خاصة نتحافظ ما نتخبرهم بعناية كبيرة خاصة نتحافظ مزيان إتلاف إنه بلغة أخرى صغز إسمارة من المحلل تمني زي السيد الكافي معهم السادة المسؤولين نتحافظ خلال الرصيدة والمزيانة عندنا النقطة الثالثة متعلقة بتحميل مكان السوق الأسبوعي الحالي من بلاد الكوفية. المأمن الصغار المأمن شرينا الأرض. بصدد إتمام إجراءات الشراء. أظن أنه لا بد غادي نديرو قرار ديال تحويل السوق. سمينا السوق السوق قديم مخصص للسكن الاجتماعي وربما ينتج من مال يجب تنقى مليح على مدينه صغيره جميع المرافق النسب